شيف طباخ أمور عكر التركي، أول مرة جاء إلى فلسطين لهذا النشاط في جامعة الخضوري. طبعا ثقافتنا مشتركة قريبة، أكلاتنا كمان، واليوم هو عمل طبق أكل خاص علي نازك كباب لطلاب الجامعة. طبعا هذا النشاط يأتي ضمن الاتفاقية اللي توقعناها اليوم، هي استكمال الاتفاقية والبروتوكول اللي وقعناها مع الملحقية الثقافية التركية. الهدف منه تعريف المطبخ التركي كجزء من الثقافة التركية، وطبعا الأتراك زي ما بتعرفوا هم قريبين جدا منا كمجتمع عربي، وفي أشياء كثيرة مشتركة بيننا وبينهم، وفي محاولة لتعزيز العلاقات هاي في الجانب الثقافي. يعني هذا النشاط يعتبر الأول من نوعه في محافظة طول كرم، ونأمل طبعا أنه نستكمل المشوار هذا من خلال التعاون في مجالات أخرى ثقافية إن شاء الله.